عزيزتي ليندا، حضرت زواج إحدى الصديقات من قرية قراولا وقدمت لهم التهاني والتبريكات، حتى دفعني إحساس قوي بأن أتوجه إلى هذه القرية لأعرف عنها كل شيء. الطريق إلى قراولا يبدأ من زاخو بنحو 30 كيلومترا إلى الشمال. أول ما يشاهده من يرغب التوجه إلى قراولا هو طريقها الصعب الذي يمتد 3 إلى 4 كيلومترات من الطريق العام شرقا نزولا إلى حضن الوادي، وهذا الطريق يسبب متاعب كثيرة لأبناء القرية كونه لا يصلح لسير المركبات وبحاجة إلى تعبيد جيد. قراولا التي تتربع في حضن الوادي الهادئ هذا تتكون من 70 بيتا. يمكن مشاهدة حدود قراولا الفسيحة التي تمثل رابع قرية في المثلث العراقي التركي السوري بعد بيشابور وديربون وباجدة. تحدها من الشرق غابة كثيفة من أشجار السبيدار تبلغ مساحتها حوالي 25 دونما من الأشجار، وكانت في السابق مصدر عيش القرية. ومن الشمال تنتهي عند الحدود التركية، وتمثل قراولا آخر نقطة حدودية مع تركيا التي تبدو واضحة للعيان. أما من الغرب فيحدها نهر الخابور الذي يمثل مصدرا مهما للزراعة فيها. قراولا كلمة تركية تعني قراولا طير الأسود، كلمة قراولا طير الأسود. وقراولا تملك تاريخا يمتد إلى أكثر من 100 عام في خضم هذا الزمن المعبأ بالأحداث. أتفتخر نقاوح وحسب ما فهمنا من باباواتا أيما تا تيلم أسوسي شات الألفة وتشامة وإسري وتريد أنا شتيلي كم أسيسي لأيما تا أو سكنة بقاوح تيلي نازحين من عبر نهر الخابور بأسباب الحوادث البريوالة قضية الأرمن مهجرة من مناطق ريحن عبر نهر خابور تيل إلى الصفحة سكني بيماتة حوالي إيبا والي بوقت أحخى إشتاء باتي أما إشتاء أما 8 باتي تيل لأن تيل إلى يماتة كلها غاباتي و. يعني بفسكني ولا غير العفو حيواني مفترسة مخذياب مخنازير مخني قضايا فتيلي تولي قاوح كل شاتا كودي ولا استصلاح خبط عب أرى وكالخي ولا وأني ناشي تيلي سكني بيا ما تتكم أمرنا إشتا 8 باتي تيلي من تري متواتا رئيسية ديلي دها قريب الحدود ده وقت الحاضر ذي وشمت خماتة من ناحن قركتا قركي بدرو بحرف واحد ماتت تريئي تاقية تاقيان أني تيلي سكني كبداية الأمر بيا ماتا تيلي من دنت ري متواتا عبر رينها الخابور سكني بني متواتا وودلي استصلاح دماتا وبعد مرور الوقت من 8 باتي تيلي ناشخني سكني من ناحن قماتا
بعد مرور شات تريشني أما طاتشني تيلي ترينو عشائر من أبعد منطقة تركيا تيلي لخا كمري ولا منطقة بهرنج ومنطقة رامورن هانيش سرايوة هم هجروا من نفس الحالة من هجر ولا ذابوات بقراواح تيلي آني همينا اسكني بيماتا إلى جانب خنواتين حم أدي وسكين بقمار وكل أي من دي قباري وإسكان الدني متواتا شقو إشراف إتوالن خا إنسان ألهم راح ملح عزيز ياقو كمريوالي ساكن أبو كيشابر اعتبر آوي وآغد منطقة زي منطقة دي فآوي قايم وقلت تدبير أمور دني متواتا كانت قراولة قرية عامرة بالخيرات والزراعة وتنبض بالحياة حتى جاءت سنوات التهجير. زين الصعوبات أجد بالغزو. فجلن خلق جلن دير أبغون من دير أبجلن قمني بلن خلق الفريشابر من فريشابر جاي سوري تيلا جلن زاخو من زاخو درن تيلا مقد لما تنترقاري من زاخو درن تيلا قمنا مرن خلق مكتبات تبغاتب مرنة تيل عمر ترحيل قبل تحريك ذاك بالرجل قم بالبجلان بجمال تواته خرود أربابات الزل الحبوط خاك ما زل البغداد وخاك ما زل ما تواته وخاك ما يعني كبير من صعوبات بين 62 يعني من 61 إلى 75 أخني على وحال بين المرحل وبين الراجع بين البناء وبين الخراب هو إلى وحال حل 75 قرار قطعي بدون رد معتبرة مات منطقة عسكرية محرمة شبرناش لا ولا بالله فدانتكم راحلا ثم راحلا بلا مال وبلا شو مندي نهائيا كل مندي اتوالا زلي هدر مرحلًا دان مرحلًا قسنا يمكن حلقي لقو منطقة شيوس كمريلا تابع لدهوكيلا وقسمكم حلقي لي فايدة قد أرباباتكم حلقي لي بخدوكا بعدين باع معيشة مريودة له أي كذلك كل تشلي ملجأ زيحن آخر شيء بغداد تشلي بغداد أي فترة كلها حتى دبريلا انتفاضة 92 الحقيقة يعني إيه داخل صارت عقل ما تدري فتشلن أمام أمر الواقع بعيدين في ما تدري حلتيلا وقت السقوط فترتيل وقت السقوط لا مهيمن والمرأة في قراولة أكثر مثابرة من أي امرأة أخرى شاهدتها فهي تدبر شؤون المنزل وتشارك الرجال بالأفكار وتثبت بحق أنها شريكة قوية أنا تشمندي لتي بس بشولي يعني سوق بشولي أنشول شولني لأخني زين إنشد ماذا كل أنا شولدي لا إثن مني يعني موظفات إثن مني كل يعني أنا راب خوافي شو لناي؟ ما اتخمي الزورو مناسا اتي ترمنوني لتي زورو اتي براتا براتا دكتورة إلى برونا رابا مش مشي يعني موظفي له وبرونا زورا هم ماجستيري لستاذي بكلية على شوقا بس انت دخلت لدها ما يعني بطل ما تدرخون في خون بغداد كلش بس انت بس تايالي قيبي يعني يا ليلي لي أخا ولا كو بغدت وميري النقلي لثن كلية تبروني وخبيش يعني أدخك ما قسمه أنا وان أخا مد بابا واني تعب الله كريم خالص ما بها الله كريم خالص
أمل أجيب أن حكيتي أهد آخا أماتا دخية دخلت لماتا ما أتخ مع عائلة أتخ أطفال كيف تلخذ يعني زور إلى أطفال وما تبص فيها أنا كل شيء على جدي يعني أحسن يعني هو سيد بغداد أخا هدوء على الأقل أمان بلطي على نكفى شبه المساوح ومتعلي وراي عادي يعني أخني قوالك طلقو يعني لك باش بالي يعني فكري انا قاوم مشغول بالاطفال يعني اخ ما قد اخن اتيا الاخ اخني من زمان غيرت يعني 3 سنين بس بزاخو اخو سكيني ودهب مش لما فتنا القناه زين اتوخو نشاطات اخر كم مثلا اعمار ديوخن اختن تقريبا شابات يعني ويتم ناس اكيد همين بعمر الشباب 20 25 ما يعني ماكو دي ناس اخر حاليا اخر دام بشكل خوية الشباب قرولا وأنا عدة نشاطات ماما خنويدة وأمسية خبرش بس متوا يعني ونسلم كل استعوائي يعني كل بطاقات وزلم ونسلم ونشاطات دي يعني كذي سفرات مثلا تنجوقة بس أخي يعني أنا بالنسبة لي لبتي يعني دي بيزالي أتخمدي لبتي أطفال دي ابتسامات ببنتا أنا شوق لخينا زين أطفال خون ما كنت علي ما كودي يعني مين طالع يدك كم طالعين أكثر مني أو أكثر مني بك حبي لأخ ماتا بما إنه ماتا زرتي له بس ما بلطت براي وما نسي قلت يا خي يعني اللعبة مو مايزة قمت علي مهدا يعني ألعاب ده أطفال كذا يعني وقواي متى ملاعب أفلام كارتون كفارجي بس على سرواتك ما تدخل براي وما نسي مهدا ده قمت علي خالتي نجيبك من أمرتي لينا أكلات دينا أخا مشهورة ماتا يعني أكثر أكلة مثلا مشهورة ماتا قرأ ولا كمي فلان قرأ ماتا إيبا كودي هذا أكلة يعني كتخة كيف أحمد كذا كذا قوزي بوذا كذا بريان بوذا كذا يعني من ديت كذا كتخة من ديت كياذي بعوث خاك ما كيبي خاك ما لكيبي كتخة من ديت كياذي زين انا كذا اخا التخن مايا اكيد يعني هم ما سايبة سمك سمك عفوا التخن طريقه كودي تولد السمك كودخ مزقوف باوفن كودخ مشمح بكاري كودخ متعجب كودخ ضغط كبير كبير طويسه خاك ما كوزيله يعني مزقوف اخني كودخ لباوفن خاك ما كوزيله منوره ايه ستوك آري وكله زون أخوة مني قول أخوة خك مقليسة الأطفال هنا يعانون من نقص كبير في وسائل وأماكن الترفيه والدراسة ويقضون أوقاتهم في ابتكار ألعاب وترفيه بسيطة. البناء الذي حصل في قرولا ابتدأ من الصفر إذ لم تكن هناك ثمة بيوت إلا بقايا قرية دمرها الوقت شاتة بطر شاتة وقرية مستمرة مرة وبشلة كسرة وكم عيني لن قاشة في الجبن وكم باني لن إيتا من الطين وبالنسبة للقاشي حوالي 3-4 قاشي ودها ممارسة الطقوس الدينية أخ جيبن قماتا حسب ما ذكرت تخرن قمايا تمريوا لقاشا شليمون من ناشد شير سيوة بطل قاشا شليمون في الليلة قاشا يوسف من بهنونة بطل من حين في الليلة قاشا حنا يعقوب من موصل من أصلح ناشد مرياقو ولكن خرجوا لي من سينامير أول ما خلص لي كم عيني لأخ جيبن لأن كم عيني لأخ جيبن وقضي لخوا وقت كلش طويل جيبن
الحقيقة أو قملي جهد تدين أشد ماتا ولكيت موقف ديح من شوي من أشياء دم قدم لتدين ماتا من تعليم الديال الدين مخواتا من لغة الكلدانية بنفس الوقت إلى جانب ذي يحدث مثل محكي لي من أخوني يعني عربي فيش تقريبا عشنا من ما يقارب حدود أكثر ربما أكثر من 25 سنة هويلة منا أول ما تيلن أول خطوة بناء كمبانيلن دريلة أساس وأنا حضري تشخيص دكتة دقبخ أتي بناية ماتن بالفعل ماتن شخصا دكتة ديوخ وأخني سكين بقاوح ليش قلن أي قطعة أرى أما يا أرى مش طوطيلة يا قطعة مش طوطيلة لا مركز لنا دكتة ديوخ وسكينة أول ما بتخلي أساس طالم خمشة باتي فقط بطل شهر شهرين رطلا أمر بخمشة بات خني فبيش لي أسرة باتي آني شخلص لي سكنا نقويح أسرة بأسرة بيش لن أسري باتي سكنا نقويح بيش لماتا أسري باتي بعدين اتوالا ظروف معينة قبغدت كيدوتهم كلش واتوالا ملحة بأن ناشي قبعي آتي لتوالا مجال بعد أسري باتي أسري باتي سكني وقدم لنا اقتراح بأن أي قلعة متروكة طبعا قمع مركز شرطة وبزمان أنا كمسؤول يعني مختار مقترح لي كما مرن التنازحين والتناش مضايقين زي اليوم قدمني مريك من أي قلعة قبل عدوتني لا مسكن قاوح ولو خمسة اشتع عوائل حل دني ذي مضايقين كلش الحمد لله يعني طلب ذي بشمون مجاب تيلا كشف كم خازيلة قلعة مصرف لها أعتقد أكثر من 4-5 دفاتر كم طبعا بعاف من غابي سفير كم رمي ميلا كم أوديلا مسكنا نقاوح 5 عوائل فمستمرة وجبة بناء من 20 أبلط ليلا قاخرتا أمر 25 بيت خنا دان أبلط ليلا 25 بيت خنا شوري لي بقويحن كم باني لي أنا بعد ببناية بن 25 قلت لي لن أمر إصرابات خني يعني بيش لي مجموع 35 بيت تجولت في القرية بصحبة المختار في تلك الأجواء العاصفة ودخلت البيوت وشاهدت الناس وهم يعيشون بهدوء بعد نزوحهم من أماكن لا يتوفر فيها إلا الموت والخطف والقتل البطالة تمثل مشكلة كبيرة تواجه النازحين إلى قرولة بسبب بعدهم عن أقرب مدينة وهي زاخو إضافة إلى عدم وجود وسائط نقل مع مشكلة الأرض التي أخذت منهم بعد التهجير
هذه الغابة العامرة بأشجار السبيدار كانت ذات يوم ملكا لأهل القرية وموردا كبيرا يساعدهم على العيش. فدان التيلان الحقيقة بالنسبة له قرار ماشي، بس غزيلا أرات ديان لأنه فارغ وأرات ديان أمرنا أخني للتأكيد ليلة ملك صرف أيامات ليلة ملك دياح صرف ملك زراع عيلة، بس اتن عقود بقاوح من سبعينات اتن عقود بقاوح ويا زراعة، يعني دانتكم رحليلا أخلي كل بيته تتعقد بيجح من قبل زراعة. فدان التيلا حسب ما فهملا بأن إيتوا ب92 بطلطة لجنة زراعية كل أرد غزيلة ديلة فارغ مروات حليل موجود ودلي عقود من ناحن كمريل عقود بحث وتحريف من دلنا شديوة موجودين قماتا كذا ديوة إيزيديين ديوة رعاة ديان أنا اللي موجود شماتا كم نظمي لي نوع من العقود إلى ما تطلع. فأغني دان التيلن دا غزيلن كل أراتن هو اللي بيد غير ناشي، فطبعا دان قرار مسمح لطالا آتوخ ربما زيلة يماتا حسب ما إحصائية ديان ديلة 80 بيت أكثر من 80 بيت هو التيلن و رابي السركيس قال موافق لي وعايني وناطري قمل بوا شولا قد مخفف منا انختعب وخمندي اخني صعبي وقاي مخو بقاويح اذا امتينا الماتن، لان من الصعبي لاخني اتوخ كهجرة من تامة مثلا عايدين الماتة دي يعني راسا قاي مخو بناء دور ما ادري شنو يمكن فعلا وخابنا واحد من الصعوبة بهاو طالا. فهو الحقيقة من دي الجانب او مشكورين كبيرة وبشكرخ لي وبشمد مات ديان و هذا عيننا ومقويلي الهدف دي لآوة بطرح فمخففنا منن أي مسألة البناء وكم باني لنبات وهو تنبغ ذايا المعمدية وكونوا لا شغل نواقص ما ناحية إلا قرولا كباقي القرى بحاجة إلى مدرسة ومستوصف وكنيسة لكي تصبح الحياة فيها أقرب إلى التكامل وسد الاحتياجات الهامة. يمنح حكومة كردستان تخلى طرطة كل سراي مو بس أخني، يعني حتى سراي لتوالى أملاك لتوالى متوالى لخط ما فيش لي مفتوح. فأخني التنماتة يعني تنماتة دي أربع خم اجمع لنا جماتة تامة كم ريزان بقر كل ماتة ودلن لجنة أربع خمسة تيلي وما تنرجع لألن وتيلي ودلن محاولات كبيرة حل بنيلة باتي طالا بنيلة قماية أسرى باتي وجبة الأولى قموز عيدة بنيلة وجبة خيطة أسرى خلنة تيلي ودها الحمد لله فيش تقريبا 70 بيت ماتا. يعني بالنسبة للخدمات يبيع منك أربع نقاط ممتازين. أول شيء منطقة أمان إيتل باتي لا بأس قاوحن طاولة وشغلة أهم فقرتين يعني خدمات كهرباء ومائيتن. أنا ذو إيتي من سوريا يعني 15 يوم لخيوان دقيق ليلة قطيفة كهرباء ولا مائي يعني ما كبايش فيش شغلة البطالة. شغلة البطالة همينا أملاك دي نرجع لإلن تقريبا حتى مشاكل ما تبعيش قليل كنت مشي بشولح لقيت مشاكل ده هولي كلها بطيلة تيوي. وشغلة التعليم يعني مدرسة لتا أهم نقطة هي داب تعليمي وشغلة الصحة على الأقل لازم أنا خمس توصل خد دكتورها ملخب يعني 70 عائلة لها ولا خد دكتور
وإيتا أهم نقطة، لأن إيتا هي بتمات إلى داود لنا قاعة طوت إلى قاعة يعني لي شباب وشابات ولي بيانا استغلال كمركز ثقافي طاوعي، بس شغلة إيتا أهم نقطة إيتا، لأن ما تسرعي لا بإيتا للتهيبة هيبة ما تبقيتا إن أمر النخ. طبعا الخمدي معروف لي ليه شرط أنا أمر ولا آت أمرت داند أمري هرمستوما بمري هويخ تتمثبت مها مثابت ديل هرمستوما ولا ربما يلي ينقشم مزور بس داند يون هوي يعني معناته أنا هرمستومي فأي ما تداند تشل 70 بيت إذا أنا أكثر فيشة وانثبت إلى ثلاثة فيشة إلى حد مطل حدود مية داند أمرنا خوية ما تكيدت هوية ما تمقض من دارح داند خادن مات مثلا خنوات مش في المانة دي لجامع يعني كيد بدون ما بقرد هي مات مش في المانة فداند فيتن قمخمات خيطة داند خادن إيتا وصلي وبريشة بدون ما بقرد هي مات هوية موجودة داك خرجنا المات رشكيلة شب مدغلة دور دغلة ريش دغلة وشرقي سافر جغم يعني الدهر موت داي نقبوش منن بس ايت الليد من الليد لغاية بنقص ما ترد داو قتيه ببناي باتي بتغلان وايت الباتي عوائل دغاية عائلة ربطه لمنفرة هو لو يلحقا بيتم يعني عائلة ربطه بالنسبة انا تفنين نفرة ونهو انتيو بقى بيتم يعني دوكي يعني نقص ريدا يعني كبير تخدم غاوي لي هلا هلا يعني غايبي عيش الغاوي وأد تري أتن شارة خزيت تو شارة يعني إذا أنا سيارة تاكسي طاط طاط بمر ذكر وعلى مقدمة شارة أد تري يعني شباب تي لغة كلهم بطري لي يعني بلا لي تاش ولا ماشي الغاوي لتن خسر تبقى مثلا تلقوا خمسة ترجعنا يعني يمكن هي أنا غيارة دراج ليد من دي لهاي البيت نقص ان ابنتي نقص نقص اتن كبير من بات اتن نقص من شارع اتن نقص من مثلا اني من جانات بتيلة لازم بتا حياة البرنوش الناس في قرولة حملوني امنياتهم وطلباتهم وكنت أسمع ما كانوا يقولون باستغراق تام. أمنية دي في الحقيقة رجعي حقوق ديان عيشوا بأمان واستقرار بطل ما معنيلا طلعتي شني مشردين ولو عراقي بس أنا شقالت من أريح ومن بيتح وما أدري شنو صباح مشردين ولو هو عراق خائلي ولكنه هر مشردين ومن التلائل كلا جمع لغدغ دي وبريش وخاي يضرب وبريش وخاي لبغ وبريش وخاي حبغ ما اقدر ذلك الصعوبات لازم آتي خزة من بريش الناشو لعد الصعوبات او قهر ايش دوتا او من دي زغرة من كل ناشو لعد بريش وخاي بريش وخاي عائلة ما دي تخال سراغ منطقة كردستان طلبنا تتبيش اغزين أولاً مدرسة وذليدات يا رزور ثانوية هم وكيف غدودي الشوارع تتكملة وكيف خيالاً تتجمعي إلاً يعني كلش يعني يالاً بالذات جمعي إلاً آي ليل ويوم لك دم خنان تأيالي بس امتا اي بس آيلة آيلة بلبي كل الليل بس امتا شي قيبي دنيا كلها دي إيه أمنيتي أول شي محبة لك لما ماتا وثاني شيء هاي خد تعاون بين كله وأمنية رئيسية أملاك دياها رجعي لها آمين عزيزتي ليندا
حضرت القداس معهم وصليت معهم، وكان قلبي ينبض بسلام لأنني أشعر وكأنني بين أهلي. صديقتك نضال منصور.